نحن هنا في معبر رفح من الجانب المصري، هاته القافلة من المساعدات الإماراتية ضمن عملية الفارس الشهم، تضم 14 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية لسكان قطاع غزة من الفلسطينيين المتضررين من هاته الحرب، تضم مواد مختلفة من المساعدات على رأسها المواد الطبية الموجهة إلى المستشفى الميداني في قطاع غزة، وأيضا هناك مواد غذائية وأيضا خيم لإيواء النازحين داخل القطاع. تستمر هذه القوافل في العبور إلى الجانب الفلسطيني عبر معبر رفح، من المتوقع أيضا أن تستمر عملية الفارس الشهم من خلال تقديم المزيد من المساعدات. يؤكد مسؤول الهلال الأحمر الإماراتي بأن مجمل المساعدات الإماراتية تجاوزت 15700 طن من المساعدات منذ بدء عملية إغاثة الفلسطينيين من طرف دولة الإمارات في قطاع غزة. إبراهيم حسين، سكينوز، عربية، رفح.